أعلن برنامج الأغذية العالمي أن نحو نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروف جوع كارثية، ويتكدس النازحون الفلسطينيون في خيام بمناطق أكثر ضيقا بالقطاع الساحلي الصغير، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض التي يتعرض لها الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. يعني لسه نعيش حياتنا، يعني حنقول كل حياة الناس تتطوى بتعيش حياتها، احنا قاعدين نرجو ولا صحن طبيخ ولا خبز. ظروف قاسية وأوضاع صعبة في ظل نقص الاحتياجات الأساسية والماء والغذاء وتخوفات من انتشار الأمراض. الموت حصل لنا من هالعيشة هذه اللي احنا عايشين. واقع أليم يعايشه الفلسطينيون تحت ويلات العدوان الإسرائيلي على غزة. ايش ذنبنا؟ ايش ذنب أطفالنا ونسائنا وأولادنا وشبابنا؟ ايش ذنبهم؟ نحو نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروف جوع كارثية وفق برنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في القطاع لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث. وضع المدرسة سيء. سيء، الوضع المعيشي سيء، الوضع كله ما فيش شيء ناكل، ما فيش نشرب، انت شايف؟ يعني بروح اذا كان معاه 2 شيكل بروح يشتري له حبه برتقال بسد عن الاكل شويه، بعدين طب كيف بده يعيش؟ معاناه الرضع والاطفال الصغار تزداد يوما بعد يوم، حيث يصعب العثور على الحفاضات وعلب حليب الأطفال أو ترتفع أسعارها إلى حد لا يمكن تحمله، كما أن النازحين الفلسطينيين باتوا يتكدسون في خيام بمناطق أكثر ضيقا بالقطاع الساحلي الصغير، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض التي يتعرض لها الأطفال الذين يعانون سوء التغذية. أقل ما فيها مأوى أحسن من هيك، أنت اليوم الشتاء عليك من فوق من الجنب من العريشة، يعني مش عارف إيش أقول لك، العريشة من فوق بتدلف عليك مية، من تحت بتدلف مية، على الأرض مية لاصة، بقول لك سببنا في الأمراض للولاد الصغار، نزلة معوية للولاد الصغار، سخونة، يعني أمراض لا توصف. الأمر يزداد سوءا بسبب وصول المساعدات على فترات جراء القيود الإسرائيلية ومواصلة المتطرفين الإسرائيليين منع شاحنات المساعدات من الوصول إلى الفلسطينيين التي تمر عبر معبر كرم أبو سالم. ووفقا للأمم المتحدة فإن سكان غزة معرضون لخطر المجاعة الوشيكة، حيث يعاني ربعهم من الجوع بالفعل مع تواصل آلة القتل الإسرائيلية عملها في القطاع المحاصر.